يقول: كنت أصلي مع جماعة وقد فاتتني ركعة، وفي الجلوس الأخير نهضت قائما ظانا أن الإمام قد سلم، واستمريت في القيام ولم أجلس، وبعد لحظة تبين أن الإمام لم يسلم، فماذا يلزمني؟ جزاكم الله خيرا. يلزمك أن تجلس، يلزمك أن تجلس وتتابع الإمام إلى أن يسلم، فإذا سلم تقوم وتأتي بما سبقت به، هذا الذي يلزمك. ويلزمك أيضا عند السلام أن تسجد سجدة السهو، إذا جئت بالركعة التي سبقت بها وأردت أن تسلم فإنك تسجد سجدة السهو، لأن قيامك هذا من السهو. جزاكم الله خيرا. هذه الصلاة التي حدثت فيها هذه الحادثة ما حكمها؟ هل تنصحونه بإعادتها وقضائها في خاله؟ لا يجب عليه القضاء نظرا لأنه يجهل الحكم، فقد صلى والحمد لله. الحمد لله ومعذور. جزاكم الله خيرا.